فالصيام بالنسبة للمرأة المرضعة والمرضعة كاين فرق بسيط جدا، هو أن المرأة مي كتكون صايمة، الجميل هو أنها مي كتكون صايمة كتعطي لولدها واحد الحليب اللي هو ناقص من السموم. هذا الفرق البسيط اللي كاين، معنات أن الطفل مي كيرضع في الأم ديالو هي صايمة فأحسن من الطفل اللي كيرضع في الأم ديالو هي ما صايماش. بيان سور إلا كانت ما كتاخدش أغذية مزيانة، أما إلا كانت كتاخد أغذية فيزيولوجية، أغذية تناسب الحالة الفيزيولوجية ديالها وأغذية تتناسب مع فيزيولوجية الجسم بصفة عامة، فالحليب ديال الأم كيكون حليب نقي. ما اللي غادي نقول أنا، المرأة المرضع بصفة عامة إلا ما كانتش حالة خاصة، وحالة خاصة راه قليلة، ماشي حنا نقولوا لواحد المرأة كترضع لا ما تصوميش، هذه ليست بمعلومة. إلا كانت الحالة مضطرين أننا ما نخليوش هذه المرأة تصوم ما تصومش. أما عامة فالمرأة المرضعة ولا المرضعة ممكن أنها تصوم وخاصها تصوم، والحليب ديالها كيكون نقي من السموم، وهذا هو الجميل بالنسبة لها هي ولا للطفل. ولا تنسوا أن الداء والدواء في الغذاء، والمرض وارد والشفاء مطلوب، والوقاية خير من العلاج. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تديروا ابوني في لاشين يوتيوب.